بدعوة من جوقة ينبوع المحبة في الأردن، قدمت جوقة أليجري الفرنسية أمسيات تراتيلة وموسيقى كنسية بمختلف اللغات، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية بالصوفية بعمان بعنوان السلام عليك يا مريم. شهد الأمسية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن والأب أنطوني هرمات راعي الكنيسة وجمع كبير من المدعوين. وصرح مسؤول جوقة ينبوع المحبة طعم جبارة أن حضور الجوقة الفرنسية إلى المملكة يأتي ضمن برنامج التبادل الثقافي بين الأردن وفرنسا، حيث تأتي هذه الزيارة رداً على زيارة الجوقة الأردنية إلى فرنسا عام 2013. وقد قامت الجوقة الفرنسية خلال تواجدها في الأردن بتقديم أمسيات في كنيسة اللاتين سيدة الجبل بعنجرة وكنيسة الرسل في الزرقاء الشمالي. اليوم كانوا على جوقة فرنسية اسمها أليجري أي السعادة عن مؤلف قديم إيطالي ماخذين هالاسم. هي جوقة اجت بدعوة من جوقة ينبوع المحبة، جوقة محترفة جدا، قدمت اليوم نحكي حفل عن آفي ماريا السلام عليك يا مريم بمختلف اللغات ومختلف المؤلفين. رح يكون في إن شاء الله تبادل ثقافي وموسيقي ما بين جوقة ينبوع المحبة والجوقة الفرنسية. سبق الجوقة سافرت على فرنسا قدمت ب 2013 عدة أمسيات، والآن إن شاء الله رح نرجع نقدم أمسيات مختلفة. أصحابنا اليوم اللي أجوا من فرنسا حبوا يقدمونا هالشي بدعوة منا وبمجانية، يعني نحن حابين كمان نشكرهم لأنه هو تحملوا هالسفر وهالكلف بس عشان يكونوا معنا مع المسيحيين في الأردن. شكرا كثير، نصلي لهم وشكرا لكم لنورسات، وان شاء الله باخبار جديده دائما نكون مع بعض.